فيقولون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. يقولون الناس يوم القيامة في عرفة يقولون نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء هكذا ويجيبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد أنهم اعترفوا أني بلغتهم ونحن وأنتم الآن نشهد أنه قد بلغ نشهد أنه قد بلغ ونصح وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام نشهد أنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام وأنا قد بلغتهم الآن أنا قد بلغتهم اللهم اشهد أني بلغتهم ما قاله نبيك عليه الصلاة والسلام. فاتبع علينا أن نتقي الله وعلينا أن نستقيم على دين الله وأن نطيع الله ورسوله ونستقيم على الهدى. هذا دين الله توحيد الله وطاعته وفعل أوامره وترك نواهيه. هذا دين الله أن تعبد الله وحده وأن تصلي كما أمرت وتزكي كما أمرت وتصوم كما أمرت وتحج كما أمرت وتجتنب ما حرم الله عليك. وهذا القرآن عندك هذا القرآن بين يديك تأمل القرآن وفيه الهدى والنور. وعليك بالسنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أن ما خلقناهم عبثا؟ لا والله خلقوا لأمر عظيم ما خلقوا عبثا. فاتق الله يا عبد الله واستقم على دين الله حتى يأتي الموت استقم حتى يأتي الموت. يقول الله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النبي قال له حتى يأتيك اليقين يعني الموت. ونحن كذلك ضرب أحد. ويقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا واجبنا أن نموت على الإسلام وأن نتقي الله ونصبر ونثبت حتى نلقى ربنا.